بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من نمبر 1. وحشتونا كتير جدا، يمكن كنا غايبين عنكم على صعيد البث المباشر والهواء، لكن كنا متواجدين مع حضراتكم بحلقات كنا مسجلينها خلال الاسبوع اللي فات. كنا فين؟ احنا كنا في ليفربول، حلقه خاصه هتعرفوا كل اللي انتوا بتسمعوه هيتحول الى واقع. اي حاجه وكل حاجه سمعتوها عن محمد صلاح، واي حاجه وكل حاجه ليها علاقه بمحمد صلاح نفسه في ليفربول هتبقى في حلقه خاصه ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث. فيها مفاجآت كتيره، ما بحبش استخدم الكلاشيهات اللي هي ومفاجآت وحاجات اللي هي شبه ديت، اللي هو شغل اللي هو انتوا بتقولوا عليه ده شغل الاعلام. انما فعلا هتلاقي حاجات كتير ان شاء الله باذن الله تعجبكم. بذلنا مجهود كتير وكبير جدا الحقيقه، وان شاء الله باذن الله يوم الثلاث الحلقه كامله هتكون مع حضراتكم، هتبقى على الهواء مباشره وهنتفاعل معاكم فيها، وكمان هنفتح لكم التليفونات في الحلقه دي، هتبقى حلقه مختلفه تماما عن اي حلقه تانيه انتم شفتوها لينا خلال الفتره اللي فاتت. النهارده عندنا حلقه مهمه، وخلوني ابتدي وبارك لنمبر